حد فاكر الفيديو ده؟ Dealing with Israel is so difficult. It's like being in a relationship with a narcissist. الفيديو ده انتشر في كل حتة بسرعة الصاروخ. He fucks you up and then he makes you think it's your fault. أول واحد نزله كان أنا، وفي خلال ساعات اتنشر على كل منصات السوشيال ميديا. الفيديو عمل 2 مليون مشاهدة في 12 ساعة. في أكتوبر اللي فات لما الأحداث كانت عليها متابعة ضخمة جدا، ظهر باسم يوسف مع بيرس مورغان وأنا اتفرجت على اللقاء مباشر. الكلام شدني وقلت خسارة الكلام ده ما يكونش بالعربي، العرب لازم تكون أول ناس تشوف الكلام ده. بعدها بساعة كنت بتكلم في التليفون مع والدي وحكيت له على اللقاء. اتشد جامد وقال لي إنه عايز يشوفه. قلت له ممكن أترجمه وبعته لك في خلال ساعة. قال لي يا ريت، قال لي نزله كمان على القناة عندك. قلت له ليه؟ قال لي خلي الناس تشوفه فعلا لو حلو، الناس محتاجة ده في الوقت ده. طبعا اليوتيوب مش هينزل ترجمة لأي فيديو بالسرعة دي، ولما بينزل بتبقى ترجمة لا تطاق، مش كل الناس بتعرف تشغلها. بس قبل ما أقول لكم عملت إيه، تعالوا أفكركم إن كام شهر من قبل الأحداث ظهر لينا الذكاء الاصطناعي والثورة الجديدة غزيرة الإنتاج، مقالات بتتكتب في دقايق، برامج بتتصمم في نص الوقت، صور ولوحات فنية بتترسم بشوية كلمات من خيالك، إلخ إلخ. ومنهم كان الأصوات والمحادثات، ودي شدت انتباهي قوي. بحثت أكتر فيها ونفذت أكتر من برنامج صغير لفهم هذه التكنولوجيا الخطيرة، وده اللي خلاني مستعد أمشي في موضوع ترجمة فيديو طويل زي ده في خلال ساعة، وأنا واثق إنها هتتعمل. أنا صممت برنامج كامل لتحويل أي فيديو إلى كلام وبعدها ترجمته من اللغة الأصلية لأي لغة مطلوبة. طبعا الموضوع ما كانش بالبساطة دي، ولكن ما كانش صعب قوي لأني كنت مستعد. في خلال ساعة ونص كنت مخلص الفيديو كامل ورفعته على اليوتيوب بعنوان باسم يوسف أفحم بيرس مورغان. الفيديو في خلال 3 ساعات عمل 300,000 مشاهدة. الفيديو كان نازل الساعة 9 بالليل بتوقيت كندا، يعني بعد نص الليل في الشرق الأوسط، واخد بالك من الكلام ده؟ نشر على جميع منصات السوشيال ميديا وتم تحميله كتير جدا، والعرب كلهم شافوه. باسم يوسف رجع محبوب تاني وسط العرب. وانا عايزك تركز كويس قوي في الكام سؤال دول. لو ما كنتش ترجمت الفيديو ده بالسرعة ده ونزلته في التوقيت ده، هل كان هينتشر نفس الانتشار الرهيب اللي حققه؟ باعتبار ان الناس اللي بترجم فيديوهات ممكن تاخد يوم او اكتر في ترجمة فيديو طويل زي ده. اعتقد باسم يوسف المفروض يشكرني. الموضوع ده فتح لي ابواب كتير. لما لقيت الناس بتتفاعل مع المحتوى الانجليزي المترجم مادام يهمهم ويخصهم بطريقه مباشره، اتشجعت اني انزل محتوى باللغه الانجليزيه مترجم. بدات اعمل لقاءات مع شخصيات عايشه معانا هنا في كندا وامريكا، والفيديوهات حققت نتائج مبهره. ده اللي بعتبرها قوه المحتوى العالمي باستخدام الذكاء الاصطناعي. انا قررت اني ما استفدتش بالموضوع ده لوحدي، قررت اني اشاركه معاكم. انا طورت جامد قوي في البرنامج اللي انا صممته من قبل كده، وبقى جاهز ان اي حد يستخدمه. عايزك تتخيل كل الحاجات اللي ممكن تعملها بأداة زي دي. كام فيديو بالروسي ولا بالصيني عايز تنشره بالعربي على قناتك او حسابك وحتى وسط اهلك، وفي خلال شوية دقايق، ولا حتى فيديو بالعربي تنشره بكل اللغات؟ ولا ايه رأيك تنشر مقطع صغير من فيديو عجبك ليوتيوبر انت بتحبه معمول بالعربي وتعمله انت بلغة تانية، بالاضافة للعائد المادي الكبير اللي ممكن تحققه لو عندك الرؤية المطلوبة. فانت كمان ممكن تساعد على نشر افكار تخصك في كل حتة في العالم. الذكاء الاصطناعي جميل، اوعوا تخافوا منه، وتعالوا مع بعض نستفيد منه بجد. اقول لكم على حاجة، تعالوا اوريكم البرنامج بيشتغل ازاي في 47 ثانية. ازاي هترجم احدث فيديو لإيمان جاجي من البرنامج في 47 ثانية؟ هخش على الفيديو، هاخد من هنا اللينك بتاعه، بعد كده هدخل على سب كاب جيني اب، ده اسم البرنامج، لينك البرنامج، هدوس على داونلود فروم يوتيوب، بعد كده هخش اعمله امبورت ترفع، بعد كده هختار اذا كنت عايز كابشنز ولا لا، اللغة الاساسية انجلش، وهستنى
لما يطلع كل الكابشنز. طب دلوقتي انا قبل ما اغير الفونت والكلام ده عايزين نترجمه، هخش على ترانسليت طب العربي، هرجع للكابشنز الترجمه كلها بالعربي نزلت هنا، هراجع الفيديو بتاعي اشوف اذا كانت صح ولا لا. الموضوع خطير يا جماعه. لو انا عايز اغير الفونت اخليها حاجه كده صايعه شويه، ممكن الفونت ده شكله لذيذ، شو سنة احمر، ممكن كمان اخليها بدل ما هي جمله كامله ممكن اخليها مانوال ثلاث كلمات بس اللي تظهر، واقول اكسبورت. انا نسيت اقول انت ممكن كمان تقاد المزيكا بتاعتك لو عايز، وفي شويه افكتس كمان نازله كومينج سون يا جماعه، ما تنساش الكلام ده، تدوس على الداونلود وساعتها انت جاهز انك انت ترفعه على اي حاجه انت عايزها، تنشره بين الناس، تترجم اي حاجه باللغه اللي انت عايزها. وعشان انت استنيت معايا لغايه الاخر، مكافاه ليك او هديه ليك اعتبرها زي ما انت عايز، 50% كود خصم، استخدم هذا الكود الخصم. سلام.